لا يزال الفساد ينخر الدوائر الحكومية، حيث أن مديرية ضحايا الإرهاب في الأنبار يستشري بها الفساد. المواطنون يشكون من تعامل الموظفين مع المراجعين، فضلا عن وجود الكثير من المعاقبين والفاسدين الذين يتاجرون بمعاملات الشهداء والمصابين. خلي ثنتين أراجع المعاملة، أريد حقوقي. يقولون الشهيد إلى قاع، الشهيد من حقه يحج، الشهيد يقدر يعين، الشهيد إلى رواتب، وكلها شذبة كذا وكذا. صار سنتين أركض تعبان، دمرون الدمر، الورايا استلموا، المزور استلم، المصاب كذب استلم، تطرح حامل استلمت، الجاهل استلم، واحنا روح تعال، روح صور، تروح تعال، اقب السرة على رنط حيشنا. مصابة من 2014 ومشيت لها معاملات، ومن شهر الرابع عطوني الهوية الكرتونية، فقالوا تستلمون الفروقات والراتب بشهر السادس، وهاي صار اي من شهر السادس اقبض بس الراتب، والفروقات لحد الان ما بين راحت البغداد قبل بهذا الشهر الماضي، ناس جت الفروقات وناس ما جت. واسع انا هاي هسه جيت اتبع شو ليش ما جت من بغداد، ليش ناس جت وناس ما جت. مدير ضحايا الإرهاب في الأنبار أكد على وضع آلية جديدة للإسراع في إنجاز معاملة الشهداء والمصابين، محذرين المواطنين من التعامل مع السماسرة والمعقبين، إضافة إلى وصول لجنة مخصصة من بغداد لتدقيق المعاملات وتسليم المستحقات لأصحابها. تنسيق مع القوات الأمنية لغرض تدقيق المعاملات أمنياً ومنع المعقبين إلى دخول داخل مديرية شهداء الأنبار وقسم ضحايا الإرهاب لتفادي عمليات التعقيب والتزوير وإنجاز المعاملات بصورة أسرع وأسهل الخاصة بالشهداء والجرحى. تنظيم وإنجاز العمل الخاص بضحايا الإرهاب من الشهداء والمصابين والإسراع بإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت، وتم تنظيم عمل مشترك مع الأجهزة الأمنية بغية طرد المعاقبين والسماسرة من مقر الدائرة وحول الدائرة ارتقاء بحقوق الضحايا من المصابين والشهداء. ويبقى ملف الفساد المالي والإداري من أبرز المشاكل التي تواجه عمل الدوائر الحكومية في الأنبار وتأثيرها على مصلحة المواطنين، ما يتوجب على الحكومة المحلية تفعيل دور الرقابة والقضاء على هذه الظاهرة. من الأنبار معاذ الفهد، قناة التغيير.